بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم، أما ثم بعد، أهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة من محاضرات علم الوراثة، الخلية والوراثة، تبسيط العلوم. وبنأكد تبسيط العلوم، لا بنشرح بصورة مبسطة عشان توصل لكل المستويات، في شرح بعد كده هيبقى بالتفصيل للسنوات المتخصصة. عفوا، بنتكلم على الصفات الوراثية، فحد يسأل يعني ايه هي الصفات الوراثية، يعني الكائن الحي ما بيقول الصفات الوراثية، ايه هي الصفات الوراثية؟ فبنلاقي انها بتشمل، الصفات الوراثية دي بتشمل كل شيء في الكائن الحي، بداية من الصفات الخارجية زي الطول، زي لون العين إلى آخره، شكل الأنف، طول النبات، شكل الثمار، إنتاجية الحيوان، كل ده من الصفات اللي احنا ممكن نلاحظها بمجرد النظر أو بالشكل الخارجي. طيب، الصفات دي هل هي دي بس الصفات الوراثية؟ الحقيقة لا، إن في صفات كمان داخلية، في صفات داخلية أهي. الصفات الداخلية دي بقى ممكن بتشمل إيه؟ الصفات الداخلية دي بتشمل مثلا زي معدل الأيض اللي هو الميتابوليزم، إفراز إنزيمات بقى، إفراز هرمونات، تكوين هرمونات، احتمالات الإصابة بمرض السكري أو الضغط، تمثيل الغذائي، كل ده، كله التنفس، كل ده داخل طبعا الصفات الداخلية اللي إحنا مش بنشوفها. يبقى في صفات خارجية اهي اللي احنا اتكلمنا عنها، اهي في صفات خارجية وفي صفات داخلية، ده كله عبارة عن صفات وراثية، يعني بتورث من الآباء إلى الأبناء وهكذا. طيب، بيجي عندنا السؤال، مين اللي مسؤول عن عملية التحكم في هذه الصفات؟ وكلمة تحكم نقصد بيها ظهور الصفة إنها تظهر أو عدم ظهورها أو إنها ما تظهرش، يبقى كلمة تحكم إنها تظهر أو ما تظهرش. الحقيقة هي عبارة عن إن أي صفة وراثية دي بتبقى عبارة عن جزء، مش الشريط كله، جزء من الشريط الإيه؟ الوراثي، الدي إن إيه، اللي هو بيبقى عبارة عن سلسلة متتالية من النيوكليوتايدز أو النيوكليوتيدات وبتسمى جينات، زي ما بنشوف في الرسمة كده أهو. ده اللي على اليسار ده تركيب الشريط المزدوج الحلزوني، الدي إن إيه مزدوج، إن هو عبارة عن خيطين، لو أنا فردتهم وعدلتهم قصاد بعض كده فده التركيب بتاعنا. ادي الشريط اليسار اهو، وادي الشريط اليمين اهو، ادي الشريطين. هنلاحظ ان دي قواعد النيتروجينيه اللي موجوده هنا في النص، وهنلاقي انها مكمله لبعضها، يعني السيتوسين مع الجوانين، الادينين مع الثيامين، وهكذا. خلاص، وهكذا بنكملهم بالشكل ده. وكل جزء من الاجزاء، يعني الجزء ده اللي احنا اهو هنعلم عليه دلوقتي، يعني الجزء ده مثلا كده ده جين، الجزء الثاني ده جين. طب والجزء اللي في النص ده، ده بيسموه مناطق خامله او غير نشطه او غير فعاله. يبقى الجزء اللي هو هنا ده اللي هي المناطق النشطه او غير النشطه او الخامله اللي هي ما عليهاش صفات، على الاقل لغايه دلوقتي، لان بيعتقد برضه كان دكتور احمد زويل بيتكلم على الاماكن الخامله دي، وبيقول ان هو بيحتمل ان تكون الاماكن دي فيها صفات زي الكرم، المروءه، الشهامه، الشجاعه الى اخره، العنف، الميل الى العنف ربما. لكن اللي احنا عارفينه لغايه دلوقتي يبقى بنتكلم على هذه الجينات. طيب، لما بنيجي بقى عايزين نورث هذه الجينات، ايه اللي بيحصل؟ او طب او هذه الصفات، الصفات دي ممكن تكون انزيم انا عايز اكونه، الجسم عايز يكونه، واحد كل مثلا كربوهيدرات او نشويات وعايز افراز انزيم الانسولين. اول ما بيوصل الكربوهيدرات للجهاز الهضمي بتوصل اشاره للمخ، يبتدي يرجع الاشاره دهية للجهاز المسؤول عن انزيم اللي عشان البنكرياس، يبتدي يدي اشاره للدي ان ايه اللي موجود، يقول له ترجم لي الجزء اللي خاص بافراز انزيم الانسولين او المون الانسولين عشان يكسر الكربوهيدرات والانزيمات المخصوصه بتاعه الكربوهيدرات، يبقى بيفرز الانسولين ومعاه الانزيمات المخصوصه لهضم الايه الكلى اهو. الدي الكروموسوم احنا بنمثله بالشكل ده، يا اما بنمثله بالشكل ده، وادي المناطق النشطه وغير النشطه، او لما بنفرده بالمنظر ده
وبنقول ادي الجينات وادي الاماكن النشطه وادي الاماكن غير النشطه التي لا تحمل صفات على الاقل معروفه لغايه دلوقتي. طيب الدي ان ايه موجود فين يا جماعه الخير؟ موجود داخل النواه، موجود في حته تانيه بره النواه؟ ها؟ الحقيقه موجود في مكانين، في جزء من الدي ان ايه او نوع من الدي ان ايه موجود في البلاستيده ونوع موجود في الميتوكوندريا، ده مالناش دعوه بيه، ده خاص بيهم هما الاثنين، لكن الدي ان ايه اللي بيحمل كل الصفات الوراثيه موجود داخل النواه والتي لا تستطيع ان لا يستطيع ان يغادر النواه. طيب الدي ان ايه ده بيحصل له انقسامات في حالتين، لما يجي او يتضاعف يا اما هيتضاعف لاثناء الانقسامات الميوزي والميتوزي، كلمه يتضاعف يبقى كانه نسخه ثانيه يبقى الضعف يعني. وده بيحصل بالشكل ده كده، ان الشريط الاصلي اهو فبينسخ منه نسختين، واحده تبقى جديده تماما، ازاي ده قصه ثانيه هنتكلم عنها بعدين. وده شريط قديم، او تضاعف شبه محافظ، ان يبقى شريط من القديم مع شريط جديد وشريط من القديم مع شريط جديد، او التضاعف المختلط اللي بيبقى اجزاء واجزاء في الحالتين في الشريطين الجديد. المهم ان كل شريط من دول اصبح فيه بعض التضاعف عباره عن ايه؟ شريطين من الدي ان ايه. خلاص؟ وده بيحصل اثناء انقسامات الخليه. اللي احنا هنتكلم عنه بقى دلوقتي اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي الشفره الوراثيه. ايه حكايه الشفره الوراثيه؟ هنفهم مع بعض. عشان نفهم ايه الحروف اللي موجوده وازاي الشفره بتتكون، فاحنا ضربنا مثل اهو بالشكل ده كده، بنضرب لكم مثل لطيف وظريف، ان اي لغه من الدنيا، اي لغه في الدنيا هي عباره عن حروف هجائيه، زي اللغه العربيه او الانجليزيه او ايا كان، عباره عن حروف هجائيه، الالف والباء والجيم والتاء والثاء الى اخره، عدد هذه الحروف بيتفاوت من لغه الى اخرى. طب بالنسبه للغه الوراثه او الشفره الوراثيه، هي عباره عن اربع حروف فقط، الاي والتي والسي والجي، اللي هي كنايه او بتدل على الادينين والثيامين والسيستوسين او السيستوسين والجوانين، اللي هي بتبقى عباره عن الحروف الاولى من القواعد النيتروجينيه اللي موجوده على الشريط. عدد الحروف في اللغات بيختلف حسب اللغه، اما في لغه الوراثه هم اربعه فقط، اهم تحديدا هم اربع حروف اللي هم دول. طيب الحروف دي مش بتكون كلمات؟ ايوه. في اي لغه بتختلف الكلمه عدد حروفها، فممكن كلمه تفاح بالشكل ده اربع احرف، في كلمه وراثه، في كلمه طالبات، في كلمه اختبار الى اخره، يبقى كل كلمه عدد حروفها مختلف. اما في الوراثه فبتكون الكلمات ثلاثيه، يعني ادي ثلاث حروف، ادي ثلاث حروف، هي دي الكلمات اللي في الوراثه اللي هي بيسموها شفره، الشفره اللي هي عباره عن الكلمات. يبقى ودايما تلات حروف ثابته، ما تبقاش اربعه ولا اثنين ولا، هم تلات حروف فقط اللي هم بيمثلوا الاحماض الايه القواعد النيتروجينيه. وهنعرف الحروف دي بتمثل ايه، يعني دلوقتي الحروف دي عرفنا قواعد نيتروجينيه. طب لما الحرف الادينين والثيمين والثيمين جه جنب بعض، ده بيبقى عباره عن ايه؟ طب السيستوسين والثيامين والادينين عباره عن ايه؟ جوانين، جوانين ده عباره عن ايه؟ هنا معنى الكلمه حسب نوعها، يعني تفاح معروفه، الوراثه معروفه وهكذا. طب هنا الكلمات دي معناها ايه في الوراثه؟ بنقول ان كل ثلاث حروف كل كلمه، وكل كلمه اللي هي عباره عن ثلاث احرف او ثلاث حروف بتمثل مين؟ حمض اميني. طيب الاحماض الامينيه المعروفه عندنا 20، يبقى اذا في عندنا 20 كلمه. بس يعني احنا هنلاحظ حاجه هنقولها، ان احنا عندنا ثلاث حروف مش كده، وعندنا 20 حمض اميني. طب دي خليها في الجدول اللي جاي. نيجي بقى للجمل. طب هنا اقدر اقول الطالبه اكلت التفاحه او ادت الاختبار، دي جمله. طب هنا الجمل بقى لما نحط الكلمات دي جنب بعضها تديني ايه؟ هنا الجمل تتكون من كلمات عشان تكون جملة مفيدة، زي نحن ندرس مقرر للوراثة، دي جملة، ادي كلمة 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 والحروف مختلفة. هنا بقى الأحماض الأمينية لما تتحط جنب بعضها تديني ايه؟ اهو ادي تتابع الأحماض الأمينية، الأحماض الأمينية التتابع بتاعها اهو بيديني، بترتبط مع بعض برابط اسمها روابط بيبتيدية. عشان تكون لي جملة مفيدة، الجملة دي اللي هي تساوي البروتين. يبقى إذا الشفرات الثلاثية لما تترتب جنب بعضها، اللي هي الأحماض الأمينية لما تترتب جنب بعضها
بترتبط مع بعض بروابط بيبتيدية، دي بتكون كده جملة اللي هي عبارة عن بروتين معين. البروتين ده بقى يطلع ايه؟ هنشوف حالا دلوقتي. عدد الجمل اللي موجود في اي لغة غير محدود. طب هنا بقى العدد اللي موجود في الكائنات الحية حسب انواع البروتينات اللي موجودة. شوفوا كم بروتين موجود في كل كائن، هو ده عدد البروتينات اللي موجودة اللي هي عدد الجمل. ولكل بروتين من البروتينات ده هي وظيفة معينة بيقوم بيها داخل خلايا الكائن الحي. يبقى اذا الحروف الوراثية عبارة عن تمثل الحروف الاولى لاسماء قواعد النيتروجينية، وعددها بيكون كام؟ 4. الكلمات عبارة عن 3 حروف اللي هي الشفرة الوراثية وبتمثل ايه؟ حمض اميني. الجمل عبارة عن بروتين وعبارة عن سلسلة عديدة البيبتيدات من احماض امينية مرتبطة معا بروابط بيبتيدية. طيب اللي حصل بقى عشان نترجم الشفرة الوراثية بنبص لهذا الجدول. ايه الجدول ده؟ ما احنا مش احنا قلنا عندنا 4 حروف، فعملوا ايه؟ جابوا الاربع حروف اهم، ادي اليو وادي السي وادي الاي وادي الجي، حطوهم في العمود ده وحطوهم ايضا بالعرض في 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 في, في الصف الافقي، اليو والسي والاي والجي، وجم هنا بقى حطوهم بالشكل ده كده، بحيث هنا الحرف ده اليو اهو ممكن انه ياخد اليو ده او السي ده او الاي او الجي. الحكايه دي هنفهمها ازاي؟ هنفهمها في الجدول اللي جاي حالا، بس لازم نفهم حاجه. احنا عندنا 4 حروف لكن الكلمات او الشفره ثلاثيه بس، يعني شفره ثلاثيه، وفي عندنا 4 حروف يعني كان 4 اس 3، ده يديني كام احتمال؟ 64 احتمال. طب احنا عندنا 22 حمض اميني بس، طب الباقي ده هيبقى عباره عن ايه؟ الباقي ده عباره عن احنا بنقول يبقى الشفرات دي ممكن تبقى الشفرات دي بتمثل اكتر من شفره بتمثل نفس الحمض الاميني زي ما هنشوف في الجدول ده اهو. هنا مثلا بنلاقي الشفرة الوراثية او الكلمة يو 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 واليو يو سي بتمثل فينايل الانين، وده اختصاره اهو. بنلاقي الحرفين الشفرة دي والشفرة دي ليهم نفس المعنى، ليوسين، وادي اختصاره اهو. بنلاقي الاربع شفرات دول ليهم معنى واحد اللي هو السيرين، وهكذا. هو ده اللي خلانا يبقى عندي الشفرة ال 64 احتمال اللي احنا قلنا عليهم بيمثلوا ال 20 حمض اميني اللي بالشكل ده. طيب احنا عايزين نترجم شفرة، فبنترجمها فلنفرض ان الشفرة دي هي الشفرة بتكون موجودة فين؟ وبتترجم فين؟ ده احنا قلناه في فيديو سابق في عملية تكوين البروتين. في تكوين البروتين الدي ان ايه بينسخ جزء منه فقط من احد الشريطين اللي هو بيسموه القالب، فبينسخه على الار ان ايه، انهي اهو المرسال. فلنفرض اول حرف موجود او اول شفره السي اي يو، هنترجمها ازاي؟ بنروح على الحرف الاولاني اللي هو السي، ادي رقم واحد اهو هنا، ادي السي اهو، وهنروح على الحرف الثاني الاي، هنيجي هنا ادي الاي اهو. طب وبعدين؟ نشوف الاثنين دول السي والاي هيتقابلوا في انهي مربع؟ اهو لو شديت دي لغايه هنا ولو شديت ده لغاية هنا، ادي ده المربع اللي هيتقابلوا فيه اهو اهو، ده المربع اللي هيتقابلوا فيه اهم، اتقابلوا هنا. يبقى ببدأ من اليسار اشوف الحرف الاولاني السي، هنا الحرف الاي اشوف المربع اللي بيتقابلوا فيه، يتبقى لي الحرف الثالث اللي هو مترتب هنا اهو موجود عندي هنا سي اي يو، ادي اليو اهو، يبقى ده هيستيدين. يبقى الشفرة دي او الكلمة دي بتدل على الحمض الاميني الهيستيدين اهو، وادي الخطوات اللي احنا قلناها بالشكل ده. يبقى تاني، يبقى السي بشوفه هنا على اليسار والاي بشوفه هنا فوق، اقابلهم مع بعض المربع اللي هيتقابلوا فيه، ادور بقى على الحرف الثالث اللي هو قاعد احد الحروف الاربعة دول اهو، يبقى ده الحمض الامين، وهكذا بتتكرر. يبقى ده عباره عن ازاي بنبحث وازاي نترجم الشفره من الجدول ده. في جدول تاني اهو، اولا الجدول بتاع الاحماض الامينيه اهو بالشكل ده، لكن لازم ننتبه لحاجه اهو اهو، ادي الجدول
مترجمين الاحماض الامينيه بالعربي بالشكل ده. ادي الحرف الاولاني زي ما احنا قلنا اهو، وادي الحرف الثاني الاي مثلا، دي كانت الشفره اللي احنا قلنا عليها اللي هي سي اي يو، بيتقابلوا في المربع ده اهو. لو اجي اشد ده اشده لغايه هنا قصاد السي، واخد السي هنا واشدها اهو، يبقى بيتقابلوا في المربع ده. الحرف الثالث اليو اهو، يبقى اذا الهيستيدين اللي انا معلم عليه بالاصفر. يبقى دي طريقه البحث في الجدول. جميل. طب اذا كان اللي عندي دايره بالشكل ده، نفس الكلام لو انا عندي اهو اللي احنا كان عندنا السي الاي اليو، مظبوط؟ بروح على السي، فين السي؟ اهي. الحقيقه بقوم جاي عامل ايه؟ واخد الربع بتاع الدايره اللي فيه السي اللي هو ده. يبقى ده الربع اللي انا هشتغل فيه. يبقى انا ببدا من الحرف الداخلي، الاربعه اللي جوه دول هم اللي ابدا فيهم من على اليسار. يبقى الحرف الاولاني عندي السي اهو، الحرف الثاني الاي اللي هو فين؟ اهو، الحرف الثالث اليو اللي هو فين؟ اهو، وادي الهيستيدين موجود عندي، وصلت له بالشكل ده. تاني يبقى اذا هنرجع ده كده تاني اهو. يبقى انا عندي الحرف بتاعي في رافض الشفره بتاعتي سي اي يو، الحرف الاولاني باخد من اليسار السي، يبقى انا بتكلم على ده، ادي السي اهو. يبقى اخد الربع بتاعها، يبقى الربع اللي هشتغل فيه الربع ده، ماليش دعوه ببقيه الدايره عشان ما ادوخش. ليه احنا بنقول كده؟ اهو اهو، يبقى احنا ده الربع اللي هنشتغل فيه اللي هو فيه السي ده. طيب وبعدين نروح للحرف الثاني كان الاي، ادي الاي اهو. طب والحرف الثالث يو اهو، يبقى اللي قصاده مين؟ الهيستيدين، ادي الحمض الاميني هيستيدين. واضح كده يا جماعه الخير؟ يبقى كده عرفنا ازاي نفك الشفره. هنلاحظ بس حاجه مهمه جدا، ان سواء في الجدول هنا اهو، ان دايما الار ان اي، لو ده الار ان اي مرسوم بالشكل ده، الشفره الاولانيه دايما اللي هتبقى هيبدا منها الترجمه خلاص، هي عباره عن مين؟ الشفره الاولانيه اللي هي دي، دايما يبدا بالاي يو جي اللي هو الميثيلين بتاع بدايه الترجمه خلاص. طب ويوقف هنا في النهايه، هنا هيوقف عند مين؟ التوقف عباره عن ثلاثه، ادي الاثنين دول اهم، وادي دي هنا اهي. يبقى اي واحده من دول بتقول له خلاص توقف هنا، اللي هو اليو اي اي او يو اي جي او يو جي اي، دول بيقول له ايه؟ وقف خلاص الحمض الاميني الميثيلين ده اللي هو بتاع البدايه. طيب احنا قاعدين نقول ترجمه وكده، طبعا نرجع للفيديو بتاع تكوين البروتين هنعرف الترجمه بتتم فين والرايبوسوم الى اخره، لكن دي طريقه الترجمه اللي احنا خدناها سواء في الجدول او في الدائره. جدول الاحماض الامينيه اهو، الاسم باللغه الانجليزيه واللغه العربيه والاختصار بتاعه بالشكل ده اهو. طيب يبقى عشان ننهي بقى هنا، نشوف ايه البروتينات اللي هتتكون نتيجه اللي ما احنا قلنا تكوين البروتين وهو عباره عن ترجمه الشفره. يبقى ايه البروتينات اللي ممكن الكائن الحي يكونها؟ البروتين ده ممكن يكون حركي، يعني بيساعد على حركه الخليه، او انزيم اذا كان انزيم معين، او بروتينات ناقله، او هرمونات كاشاره تحفيز عشان النمو، او مستقبلات سطحيه بتساعد على الاحساس، او نواقل عصبيه، او جسيمات المناعه اللي بتتكون دي، او اذا كانت سموم ومضادات صدوم. اذا كان في سم جاي موجود بننفذ المضاد السم بتاعه، او العكس اذا كان في كائن زي النباتات بتفرز سموم عشان الحيوانات ما تاكلهاش. يبقى كل دي انواع من البروتينات اللي ممكن الكائن يكونها نتيجه تكوين البروتين وترجمه الشفره اللي احنا لسه شايفينها دلوقتي. ان كنت وفقت فمن الله، وان كنت اخطات او نسيت فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونلتقي في محاضره قادمه ان شاء الله على خير. واترككم في رعايه الله وامان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.